نايف من الطائف، تفضل يا نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة لك يا شيخ عبد الكريم المقرن وأيضا لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. وأقول أن لدي عدة أسئلة. السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، أنا حقيقة قدر الله سبحانه وتعالى علي أن أفطر لشهر رمضان المبارك الحالي، وذلك لوجود مرض مزمن عندي، وطبعا لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا، وذلك لظروف مادية يعني صعبة. هذا السؤال الأول يا فضيلة الشيخ. طيب يجاوب الشيخ لحظة. يا أخي ما عليك إطعام 60 مسكين، عليك إطعام عن كل يوم، عليك القضاء. إذا كنت تقدر على القضاء لا بد من القضاء ولا يكفي الإطعام. أما إذا كنت لا تقدر، إذا كنت لا تقدر على القضاء يعني مؤبدا مرض مزمن، فإنك تطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف، 45 كيلو عن الشهر كله. وإذا كانت الظروف المادية يعني لا تسمح يا فضيلة الشيخ، يثبت الإطعام في ذمتك متى ما قدرت تخرجه. نعم.